Je me présente, أنا مروان الصالح. دونك الخدمة متاعي اسمها UX Design. ما عرفش شكون يعرف معناها ولا لا. Exactement. Bon, t'en as qui voilà. عمري 34 سنة. معرس. دونك البنات اللي طامعين فيا شوية بحكم أنا أبو قوس ولا حاجة ينساو. بون لازم نقول أنا معرس ونحب مرتي خاطر سينو تتغش. باهي هذه جوست باش نفاد لك وكاهو. الخدمة متاعي خلتني نخدم مع ديكاتلون تونيزي، خلتني نخدم مع نايك، خلتني خدمت مع انستغرام، خلتني خدمت مع بيريلي، ميشلان، كاسترول. كاسترول جيت الكاسترول اللي هي نورمون زيت تسرح اخي وحل. وخدمت كيف كيف مع ستارز بلاي اللي هي كيف نتفليكس ان بو في الموين اوريون. دونك الخدمة متاعي خلتني نخدم مع اسامي كبار في تونس والبرا. اللي حبيت نحكي لكم عليه اليوم هي ان بو الاكسبيريونس نتاعي في الدومين دو ستارت اب، وكيفاش نجموا اذا كان عندنا ستارت اب كيفاش نجموا نخرجوا منها الزيت، كيفاش نجموا نعملوا ستارت اب تنجح. سورتو لي في عمركم انتم، انا 34 سنه بتات فما اكبر منكم بشويه. سورتو الوقت نتاعكم تويكا هو احسن وقت نجموا تلانسيو فيه البروجي نتاعكم. احسن وقت هو تويكا يمدامكم في اليونيفرسيتي ولا حتى في الباك، هو احسن وقت لانسي فيه البروجي نتاعك. سي تري امبورطون. لكن ان بروجي راه ماهوش حاجه سهله. وكي نحكي ان بروجي مش معناها اي حاجه تنجم تلانسيها اليوم. لي زيدي راهم برشا 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 برشا. فيسبوك عندنا بريسك 14 سنه نستعملوا فيه بالضبط، ونا لامبريسيون اللي نستعملوا فيه ملي تولدنا على خاطر استانسنا بيه وخلق فينا ديزابيتود جدد. دونك علاش قبيله سالتهم على اليو اكس ديزاين؟ الخدمه نتاعي هي لما يجيني ان كليون، الخدمه نتاعي سي دو كريي و دو كوفي معناتها الكونسيبسيون تاع اون بون اكسبيريونس يوتيليزاتور. اش معناها؟ تشوفوا اليوم في الاولاد الصغار كي يستعملوا في اليوتيوب زون با بوزوان دو نو. يعني اليوم تشوف ولدك ولا ولد اختك ولا غيره كي يستعمل اليوتيوب، الى با بوزوان مش تفسر له كيفاش يستعمل اليوتيوب، باش يدخل يتفرج في الكوميكات ولا في الفيديوهات الاخرين. وهذه الحاجه اللي نجحت فيها يوتيوب والا اللي لي زابليكاسيون الكبار الكل. علاش؟ على خاطر اذا كان نحبوا نعملوا اون بون اكسبيريونس يوتيليزاتور، لو بلوز امبورطون سي فما تخوا كريتير اون فادير، اللي هو انه الابليكاسيون تاعنا تكون يوتيل، حاجتنا بها مستحقينها، انها تكون يوزفول معناها لوتيليزاسيون تاعها يوزابيليتي تاعها عاليه، وانها تكون فيها فالور اجوتي. اذا كان مش نصنع اون ابليكاسيون كي سي ريان دي تو العباد مش باش تستعملها. وإذا كان مش نصنع ابليكاسيون تعاون العباد لكن لوتيليزاسيون تاعها صعيبه، العباد مش تخرج منها. فما بوكو دو سيت ممكن تستعملوا فيهم اليوم، حتى في جوبونس في الخلاص اون لين اليوم اون تونيزي، لو بايمون اون لين تونيزي سي اون كاتاستروف. برشا عباد ما تخلص مالوغوزمون. علاش؟ على خاطر ايزون با كونفيونس ديجا، والا لوتيليزاسيون تكون صعيبه وتمرض على الاخر. دونك دوكو العباد تنسى وتخرج من الحكايه هذه. دونك علاش انا حكيت لكم الحاجه هذه؟ راه تري امبورطون اليوم كي تكون عندك فكره وتؤمن بالفكره نتاعك مش تعمل البروجي نتاعك. سي تري امبورطون كي تعدى بالبروسيس يو اكس، ان تخمم في اليوتيليزاتور نتاعك. شكون اليوتيليزاتور نتاعك؟ شنو هو ليدي نتاعك انت بالضبط؟ شنو هو الفالور اجوتي نتاعك انت بارابور لي كونكورون نتاعك، المارشي، لبلادك، لكل شيء؟ على فكره جوست حاجه حبيت نقولها، وانا جاي من تونس، انا اول مره نجي لجندوبه. بون انا ولد العوينه، دونك كيف ما نسمعوا ديما اللي جندوبه منطقه مهمشه وكل شيء. سيريوزمون انا كي جيت بون تقلقت برشا على خاطر اول مره نجي. سيريوزمون جي لامبرسيون كاني دخلت في ووكن ديد، معناها السيري تاع ووكن ديد. يعني شيء جي جامي كرو جندوبه اسو بوان، معناها مالوروزمون معناها ما. وهذه راهو هي الاولاد جندوبه هما لازم يصلحوها، انتوما لي جون. حتى قبيله نحكي مع نحكي مع ضياء، قلت له ليفينمون تاعكم اللي اكسيلون، حاجه طياره على الاخر. ما تقولوش ان عملنا حاجه طياره، لازم تقولوا هذه حاجه نجموا نعملوها، نجموا نعملوا مخير. خاطر اليوم الشونجمون راه في دينا، نحن في دينا اولاد تونس. دونك نرجعوا للخدمه نتاعنا، نحكيوا على اليو اكس. اليو اكس دونك سي اكسبيريونس يوتيليزاتور، سي كومون كريي اون بون اكسبيريونس يوتيليزاتور. كيفاش تخلي اليوتيليزاتور لما يستعمل ابليكاسيون ان برودوي ولا اوبجي يستعمله بطريقه تقولش عليه عنده، حتى لو كان يستعمله اول مره قلت تقولش عليه يستعمله عنده برشا مرات، يستانس بيه فيسع واتساب اندرويد، واتساب تيليجرام، اليوم فيسبوك.
دونك هذه الخدمه نتاعي، وهذه الخدمه نتاعي اللي خلتني نخدم مع برشا عباد برا في تونس ايور في العالم الكل. حاجه اخرى في كي نحكيوا عن موندو ستارت اب اليوم في تونس قاعده تصير اكسبلوزيون كبيره وقاعده تطور الحاجه بكده بكده، على خاطر اليوم فما ناس قاعده تعطي في الفلوس في الستارت اب. يعني تنجم تكون عندك فكره اليوم اقعد ونرجع دونك اليوم تنجم فما عباد بايور دو فون، فما عباد تعطي اليوم فلوس على الفكره، خاطر اليوم الفكره اللي تري امبورطون. دونك تعمل فكره تعمل ان بون دوسي اليوم تنجم تلم تونس فلوس حتى ايور. دابشي.com تعرفوها جو بونس، دابشي.com ils ont réussi à atteindre je pense 1 million dinars tunisiens. فما شركات كيف داتافورا par exemple تاع مهدي ils ont réussi à je pense j'ai oublié le nom داتافورا ils ont réussi je pense à trouver presque 1 million de dollars ce qui est énorme. دونك تنجم ولا فما اليوم يعني الشانس نتاع انك تعمل ستارت اب وتخرج وتربح منها بكده بكده في تونس اليوم قوي على الاخر. تونس هي ثوازيام بعد الامارات والمغرب في لوفي دو فون، سي انورم حاجه طياره على الاخر. مي مش اي فكره تقبل ومش اي مش اي ستارت ابور ينجم يتقبل. لو بلوز امبورطون دون ان ستارت ابور العبد اللي يحب يلانسي روحه والانتربرونور هو المايند سيت. نحكيو على مايند سيت، وهذه مشكله نحن عندنا توانسه. لو مايند سيت هو اهم حاجه في شخصيه العبد. مايند سيت هو انت شكونك بالضبط. المايند سيت انك تصدم على اون ايدي ما تكونش عندك ان بلان بي باغ اكزومبل. جامي فو جامي افوار ان بلان بي. ممكن كلامي غريب على برشا عباد لكن فو جامي افوار ان بلان بي. سانسو شكون يعرف الكتاب فن الحرب ولا لارد دو لا غير سانسو؟ اللي هو ان كلاسيك في العالم هذا، كلاسيك كتاب صغير مش كبير ياسر. سانسو سي ان كوموندون شينوا اللي برسك عمره ما خسر في حرب، كتاب اسمه لارد دو لا غير. لارد دو لا غير فن الحرب، كتاب صغير تنجم تقراه يعني ساعتين ثلاثه سوايع من زمان. سانسو يقول حاجه حلوه ياسر ابروبو دو بلان بي. يقول انه كي يصدم على قريه باش يحتلها باغ اكزومبل عمره ما يسكر عليهم جمله، ديما يخلي يعني شاباتوار ان فيت. علاش؟ على خاطر لما لعبت واللي عندها ان بلان بي واللي في زون دو كونفور، بمعنى انه يقول لك او ما نجمش نحارب دونك خلينا نفصح خير. اما اذا كان سكر العباد واللي يحارب على خاطر غيانا بيردر، وما فماش اخطر من عبد كي غيانا بيردر. دونك يفو جامي افوار ان بلان بي. لازمكم كي تصدموا اليوم في بروجي تصدموا فيه بكلك، بعقلك بمخك ببدنك بكل شيء، تعطي فيه كل شيء. فما عباد ضحات بعائلاتها. فو جامي كخواغ اللي جيف بيزوس والا بيل جيتس والا غيرهم نجحوا من غير ضحاوا بحاجات. جيف بيزوس ديرنييرمون ديجا عنده حكايه الطلاق وكل شيء اللي خلات امازون تتمس شوي. يفو جامي اوسي كخواغ كو يعني فيسبوك والا مايكروسوفت ولا غيرهم نجحوا خاطرهم جوست دي امريكان. نو، ما هو عنده دخل شوي. مي يفو جامي كخواغ سا. اليوم قاعدين نشوفوا في عباد من العالم الكل قاعده تنجح. اليوم نشوفوا عباد في الامارات قاعده تنجح، في تونس لابليكاسيون كريم. شكون يعرف ابليكاسيون كريم؟ نعم، في الامارات، في ايجيبت. ابليكاسيون كريم تعرف قداش تبعت؟ قداش؟ اكزاكتومون 3 مليار دولار. باش نعطيكم النسبة، 3 مليار دولار حاجة كبيرة ياسر. مي مش تعرفوا انه انستغرام شريتها فيسبوك ب 1 مليار فيغول 5، كريم شريتها اوبر ب 3 مليار فيغول 5 اكزاكتومون. كريم لابليكاسيون كريم راهي لانفيست معناتها الستارت ابور ستا اماراتيان افيك ان سويدوا معاه واحد بالسويد. جو ميكسكيوز راه قالت لي مخلقتني شوي. دونك الفو جامي نقولوا رانا نحن خاطرنا توانسه ما نجموش لا اخرجوا من هالحاجه هذيا. انا نقابل برشا عباد راه حتى يجوني للبيرو ولا نقابلوا في ليزيفينمون بحكم اللي انا امامبر فونداتور دو اكزيا تونيس، شوي امامبر دو انتراكشن ديزاين فاونديشن، امامبر دو سيت دريبل تونيس. بون دريبل سي ان سيت انترناسيونال دونك شابيتر تونيزيان جو سوي امامبر فونداتور. برشا قابل عباد سورتو دي ستوديون كي نمشي في لي فاك نلقى ديما مشكله نتاع مايند سيت. ديما ما ينجموش، ما يحبوش، يخافوا لي مويان، ما نجموش، القوانين كل شيء اوبلي. هذا الكل
اوبليي اليوم اليوم باغ اكزومبل كورسيرا تعرفوها كورسيرا بتاع الاي ليرنينغ ماكمش تجيبوا مش نشوف فيكم بورتون اوكي دونك كورسيرا تعرفوها كورسيرا عملوها دو ستوديون من اوكسفورد جوبونس نو ستانفورد قالوا نحطوا دي فيديو على يحبوا يحطوا دي فيديو على جوست اون لين اول فيديو حطوها كانت على الاي اي دونك الانتيليجنس ارتيفيسيال تفرجوا فيها برسك جو بونس 50000 بيرسون كملوها 17000 بيرسون عداو يعني في الاخر ينجحوا العباد برسك 7000 بيرسون لي 7000 بيرسون تعرف منين 70% دو 7000 بيرسون جايين من تيير موند الكور اللي قراوها تتقرا في ستانفورد ستانفورد القرايه فيها بالعام برسك توصل حتى شي 400 مليون تونسيه مش تقرا في ستانفورد بالعام والكور وستانفورد يخرجوا 33 عبد كل عام معناتها ينجحوا في الكور هذيك دونك 7500 عبد من تيير موند يقراوها غراتويتمون سور كورسيرا عندي صاحبي ان انتربرونور فرانكو-تونيزيان يقول لي الignorance c'est un choix اليوم في وقتنا ذا الجهل راه اختيار انك تكون جاهل هو اختيار منك انت انت وحدك وحدك اخترت انك تكون جاهل كل شيء فاسيل اليوم اليوم نحن توانسة يعني سورتو عندنا البيراتاج الكتب اللي في امازون كل تنجم تهبطوهم وتقراهم ساكوت غيان دي تو بي دي اف وتهبط ديريكتومون يعني مش تعرف اليوم اللي كل شيء تنجم تقرا ليزيفينمون هذوما انكم تحضروا تمشيوا للنتوركينغ تتعرفوا على عباد اخرين وتحكيوا معاهم وتشوفوا هذا كل يصنع الشخصيه نتاعكم اليوم سي تري 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 امبورطون ما ضيعوش وقتكم غاري في واحد من اكثر ليزانفلونسور في العالم في الماركتينغ سالوه مره سؤال قالوا له شنو تتمنى شنو الحاجه اللي تعطي فيها فلوسك الكل قال لهم نعطي فلوسي كل باش نرجع عمري 15 سنه في الوقت هذا عام 2010 و2009 و2008 ما كانش عندنا يوتيوب في تونس كنت نحط انا الهوت سبوت شيلد باش نتفرج في باش نخدم اليوتيوب يعني راه كانت معاناه واذا كان اليوم فما الانترنت راه الانترنت راه سي ان فون دو كوميرس يعني دونك تنجموا تخدموا على تخدموا على الحاجه هذه برشا يفوت جامي سوزيستيمي الكاليتي نتاعكم نحكي لكم هذا كل راه ما كنتش محضر واش نحكي الحقيقه كنت باش نحكي على الخدمه نتاعي اكثر مي سماتوشي اني جيت لهنا وشفت الاثار نتاع التهميش نتاع كل شيء خاطر بون انا في كوميم ديما وسط البلاد العاصمه ديما اقرب لكل شيء كل شيء موجود كل شيء موجود اي سام فيو دو لا بين ان فيت مي لو مي تو ما تو لازمكم تغيروا بالرسمي نحكي معاكم تو لازمكم تغيروا لازمكم تخدموا تعرف راه اذا كان ان ديزاينر ان ديفلوبور مع بعضكم تنجموا تعملوا ستارت اب وبوفوي لونسي فوتر بروبر ستارت اب تنجموا تلقاو بعديك ان انفستيسور ان انكوباتور تنجموا تحكي بالملايين بعد عام وعامين يفو جامي افوار فو الكلام على الفلوس راه مش تابو نحن في تونس العلاقه نتاعنا بالفلوس اللي ان بو بيزار اللي عنده فلوس نقولوا عليه سارق واللي ما عندوش نقولوا راه متعفف ولا بس عليه ليه غلط الامريكان ما يهمهمش في الفلوس لا اليوم العالم قاعد يتغير اذا كانك ما تغيرش العالم شي فوتك اليوم اليوم كيف كيف اذا كان عندك اي ايدي تنجم كيف قلت لكم قبيله تنجم تلقاو يعني لي سوليوشن كل موجود دونك الخدمه نتاعي نعاود نرجع للاكس ديزاين هي اني نصنع ونتخيل كيفاش ان يوتيزاتور ينجم يدخل من سيت ويخرج منه ويكون استفاد من السيت هذاك وعمل الحاجه اللي حاجته بها هذه هي خدمتي هذه هي خدمتي اللي خلتني اليوم نتعامل مع عباد كبار خلتني نخدم في خدمه انا نحبها نمشي للبيرو وقت اللي نحب نروح وقت اللي نحب ونجم نخدم حتى من الدار هذه هي لازمك تعلموا حاجه تخدموا الخدمه اللي انتم تحبوها على خاطر اذا كان باش تخدم ولا باش تعيش على المظاهر تتعب ياسر تخلي تخمم في كهرباء تخمم في دار تلقى روحك فيها كريدي تخلص الكريدي اذا كانك ما نجمش تخلص الكريدي تنجم تتلز تخدم في خدمه ما عينكش بها مش تلقى روحك عايش في عيشه مش حلوه برشا تمتعوا عيشوا حياتكم بالكدا يفو ابروندر اي ابروندر ا ابروندر اوسي لازم تتعلموا اليوم كل شيء موجود قاعد نعاود لكم فيه فوزيت دي جون فوزيت في الفانتين دونك سورتو انتم ممكن انا ديما نقول الجيل نتاعنا نحن انا شو 85 الجيل نتاعنا نحن هو الجيل اللي ضحت به الدولة مش جربت علينا كل شيء انتم الجيل اليوم لازمكم تصلحوا الدولة مازلتوا صغار عندكم كل شيء
بون حاجه تريز امبورطونت ما تتعلموش الفرنسي تعلموا الانجلي مصيبه الفرنسي علمونا الفرنسي وحنا ما تعلمنا بيه حتى شيء 80% من الريشيرش اللي يصيروا في العالم اليوم كلهم بالانجلي و 20% باللغات الاخرى دونك ايماجيني ان بو لو غاشي دونك هذا اللي حبيت نقوله لكم انا حبيت نكون يعني اكثر تكون ان تيمونياج مني انا ممكن بون ليكسبيريونس بتاعي انا ماهيش كبيره ياسر على فكره اذا كان العباد بدات من ستارت كلهم كيف كيف انا بديت مؤخر شويه معناها على فكره ما عنديش باك جي ميم با يو مون باك مختارت طريق واحد اخر مشيت عملت تكوين مهني عملت وبعديك عملت تكنيسيان سوبيريور ان اوتوماتيزم انفورماتيك اندستريال وبعد مشيت عملت ديزاين فو جامي واحد يسيب يقول ما نجمش اليوم العباد اللي تعرفني في الدومين ديزاين تعرف انا فارماسي نكوي دونك في الاسوام تاعي غالي على الاخر ميجي بون كاليتي هذا اللي خلاني اليوم كي نحكي مش واحد مضروب في روحه لكن فرحان بروحه ما زلت نقول لازمني اكثر نحلم اني نولي عندي تاتش متاعي في العالم في الخدمه نولي ريفيرونس في تونس والا ايور نحلم كيف نولي نعاون العباد اللي كيفكم اللي يستحقوا يعني اذا كان التنقلات ساعات نمشيو لجندوب البارح نورمالمون كنت نمشي ايفينمون جوجل في جندوب في بيجه ديفست ما جي با بو يعيطوا لي بارتو اليوم الحمد لله فرحان برشا ولكن نحبكم انتوما ونحب لي جونيس معناتها الجونيس بتاعنا هي اللي تقدم بالبلاد فو فريمون افوار سو مايند سيت لا راهو الامريكاني منعرفش كان شفتوا لي زاميريكان ان بو بارتو في العالم يقعدوا واحد بده يعيط يو اس اي يو اس اي تحسهم مرضى ساعات با هي وطنيه نعم وطنيه ولا لا سا سي اوتر شوز مي لازم نكون عندنا الشيء هذاك عيش نجم تعمل شعرك هكاك تصيب لحيه كيفي انا يا با بروبليم ما نحكموش على بعضنا بالمظاهر برشا اوكي اخدموا عيش حياتك لكن كيف اخدم روحك قبل كل شيء ما تخدمش لغيرك ما تخدمش مش فلي محلاك في عين العباد اخدم مش كي تخزر روحك في المرايه تقول قدمت بديت نقدم سي بيان قاعد نقدم على فكره عندنا تاريخ قوي ياسر تونس راهي ضعيفه عندها 600 سنه برك راه اما كارتاج راه كانت اقوى دوله في العالم مش تعرفوا انه كارتاج راه كانت اقوى دوله في العالم الحضارات اللي جاوا نحن العباسيه والامويه وغيرهم كانوا حضاره قويه تاريخنا قوي وبلادنا قويه ممكن اليوم نقولوا مريضه اما نحن ان شاء الله نلقاو لها الدواء ميرسي